إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليالي العشر عشر للحجة. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله والفجر وليالي العشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. إنها العشر المباركات. إنها العشر المباركات. إنها العشر المباركات. هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة. الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام. الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان. قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى. الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها. بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبر وأنت في بيتك، كبر الآن وأنت تسمعني، علمها أولادك أن يكبروا. إذا خرجت إلى السوق فكبر، إذا خرجت إلى المستشفى فكبر، إذا مشيت إلى المسجد فكبر، إذا صليت في المسجد فكبر. أكثر هذه الأيام من كل عمل صالح، من كل عمل صالح، لا تفوت عليك الساعات، فهي فرصة قد لا تعوض. وليالي العشر إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام.